اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسله Everything About VMware Vsphere 5.5. استكمالا لموضوع الحلقه اللي فاتت واللي اتكلمنا فيه عن طريقه ازاي تبني اللاب بتاعك وازاي توفر وتختار الهاردوير المناسب ليك علشان تطبق كل المواضيع العامله اللي في الكورس، كنا وصلنا لنتيجه ان انت بيكون قدامك اربع اختيارات: يا اما تستعمل اللابتوب الخاص بيك او البي سي، او تجيب سيرفر يوز او ورك ستيشن يوز، او تستعمل الطريقه الرابعه اللي هي الاتش او ال او VMware هاندز اللاب. وكنا حطينا ثلاث معايير بالنسبه لنا او مقاييس عشان تختار وتشوف انهي الانسب بالنسبه لك، وكانت المعايير دي بكل بساطه اللي هو موضوع كوست، موضوع التكلفه بالنسبه لك، وموضوع الافيلابيلتي سهوله التنقل اللاب، والمقياس الثالث الهاردوير اللي هو مقياس ان انت ممكن تطور الهاردوير حسب ما تحتاج في المستقبل. كان يعتبر الثلاث طرق الاولى اللابتوب والبي سي والسيرفر هي مبنيه على نفس الكونسبت ان حضرتك هتشتري الهاردوير بتاعك ده وتنزل عليه الاوبريتنج سيستم، وبعد كده تنزل الفي ام ورك ستيشن وتبدا تكريت المكن الفيرتشوال حسب ما هتحتاج في اللي. واتكلمنا ان في طريقه رابعه هي مختلفه من حيث الكونسبت شويه واللي هي الاتش او ال، وقلنا هيبقى لها فيديو خاص وهو ده موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده، ان احنا هنتكلم عن الاتش او ال او في ام وير هاندز ال. قصة ال HOL بكل بساطة هو موضوع إلى حد ما جديد. الموضوع إن حضرتك بتدخل على السايت بتاع VMware بتلاقي فيه جزء اسمه ال HOL، وهو بيوفر لك مجموعة من اللابات تقدر تطبق عليها كل اللي هتحتاجه. لكن الموضوع ده يعتبر إلى حد ما لسه في بدايته، فبالتالي مش موفر لك اللابات كاملة، مش موفر لك كل المواضيع اللي هتحتاجها في الكورس. يعني مثلا لو حضرتك بتدرس الـ vSphere 5.5 لسه الموضوع ما فيهوش كل اللابات وكل المواضيع الخاصة بالكورس، لكن هو يعتبر كخطوة خطوة كويسة جدا في المستقبل. لو وسعوها وكبروها وغطوا التراك كله هيبقى موضوع مفيد جدا ويسهل علينا العقبة الكبيرة اللي بتقابل الكل، وهي توفير الهاردوير المناسب ان انت تطبق كل المواضيع العملي اللي في الكورس. لو احنا شفنا كده وعايزين نفتح الموضوع ده، كل الموضوع بكل بساطه بتلاقي عندك اللي هو labs.hol.vmware.com، هو ده الويب سايت بتاعنا. كل الموضوع لما بتدخل انك بتعمل ريجستر، بتكريت الاكونت بتاعك، بسيط جدا، الميل بتاعك، ويبعت لك الاكتيفيشن وتبدا تشتغل. موضوع فري بدون اي كوست. لما بتفتح وبتدخل بتلاقي السايت بالشكل ده. هنا على الشمال بتلاقي اللابات المتاحه بالنسبه لنا. اللابات حاليا يعني اكتر من 50 لاب موجود في المواضيع المختلفة لشركة VMware. يعني الموضوع مش مرتبط بالفيسفير بس، لا ده هو الموضوع مرتبط بالداتا سنتر كفيسفير، مرتبط بالكلاود، مرتبط بالموبايلتي اللي هو السين اب والهورايزون فيو، فالموضوع مفيد بشكل كبير جدا. طيب ازاي ابدا اتعامل مع اللابات، ازاي افتحها؟ كل بساطة هنلاقي هنا على الشمال هنا اللابات زي ما قلت لكم. لو احنا بدينا من تحت هنا، ده لو حضرتك لسه بتتعامل مع في ام وير جديد خالص، فيعتبر اول كورس بتدرسه اللي هو الفي ام وير في سفير، فهو هنا موفر لك في سفير 5.5 اللي هو موضوع الكورس بتاعنا بقى. لما بتفتح هنا بتلاقي يديك كده سامري ايه المحتوى بتاع الموضوع بتاع اللاب ده، ولما تحب تفتحه بتعمل اللي هو الانرول. الانرول ده يعتبر زي الستارت بتاعنا. طبعا لان انا فتحت اللاب ده قبل كده فمعمول انرول اجين، لان انا عملته وخلص خلاص فمعمول كومبليت. طبعا حضرتك تقدر تفتحه اكتر من مره وتعمله اكتر من مره، مفيش اي مشكله. ولو فتحنا هنا اللاب ديتيلز هيديك برضه نقطه مهمه جدا، وهو الوقت المتاح بالنسبه لك. الموضوع مش بيكون مفتوح على طول، يعني مثلا لما بتفتح اللاب بيبقى مثلا اللاب ده مدته المتاح ساعتين. احيانا بيديك ان هو ممكن تعمل اكستند، لكن مثلا في اللاب ده ما فيهوش اكستند للوقت. لكن حتى لو الوقت خلص مفيش مشكله، ممكن تفتح اللاب وتعمله تاني، بس هتبدا من البدايه. وبوجه عام يعتبر نادرا جدا لما الوقت مش هيكفي، يعني ساعتين جدا على مجموعه الانستليشن مثلا زي اللي في اللاب ده ان انت تنزل الاي 6 اي، لا ساعتين وقت كفايه جدا. طيب لو احنا خلاص قررنا ان احنا نفتح اللاب ده، هنعمل انرول اللي هو الستارت بتاعنا هيبدا يلود. طيب ايه الريكويرمنت بتاعتنا اللي محتاجه علشان تبدا تاكسس السايت ده؟ الموضوع بكل بساطه مش محتاج اكتر من النت بتاعك يكون سريع، لان هنا بتكونكت على لابات بره، فالموضوع محتاج خط نت سريع 512 لو ليك لوحدك، لا هتبقى الموضوع كويس جدا، 1 ميجا يبقى ممتاز جدا جدا. فهنقول له ستارت ذيس لاب. يفضل دايما لما تشتغل تشتغل على جوجل كروم، ده افضل هيدي سرعه كويسه. هنا بيبدا يحمل اللاب بتاعك ويبدا يفتح، الموضوع ما بياخدش غير ثواني.
هنا بقى بنلاقي على اليمين موضوع كده يعتبر introduction عن الكورس والفكرة بتاعت اللاب بتاعك، ويعتبر بيشرح لك ايه اللي المطلوب منك تعمله في الكورس والخطوات. يعني لو الموضوع ده لسه لأول مرة مثلا، احنا في اللاب ده بيتكلم ازاي تعمل installation للـ A6i، لا هنا هتلاقي في اللاب معمول لك الخطوات steps by steps، هتلاقي الموضوع لا سهل جدا مفيش أي مشكلة. التعامل هنا بيديك اليوزر نيم والباسورد، الاكونت اللي هتستعمل بيه، وفول كنترول على المكنه دي. لكن طبعا احنا الهاردوير بتاعنا هنا ما بتقدرش تعلي فيه، هو محدد لك مكنه بامكانيات معينه اللي هي الامكانيات الكافيه بالنسبه لك تشتغل عليها واللي هتحتاجه في اللاب. بتبدا خلاص تتعامل، تقرا الخطوات اللي انت محتاجها، ايه اللي المفروض تعمله، وتبدا تتعامل مفيش مشكله. نلاحظ فوق هنا اللي هو الوقت بتاعك، طبعا اللاب بتاعنا ده مدته ساعتين فيبدا يقل. لو في امكانيه لك استند تعمل لك استند لو انت ما خلصتش اللاب، فيبدا يمدي لك الوقت عشان تكمله. طيب في حاله خلاص حضرتك خلصت اللاب بنعمل اند، هيبدا يقفل اللاب مفيش مشكله خالص. طبعا بيديك سيرفي لو عايز تعمله، مش محتاجين سيرفي هنا، وهيبدا يرجعك خلاص تاني، او ممكن حضرتك ترجع كده عشان الوقت، ترجع على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا نشوف باقي اللابات. الجميل عندنا بقى واللي احنا نشوفه، وهو عشان كده انا بعمل الفيديو ده، ان هنا هيوفر لك مجموعه من اللابات لبعض المواضيع. يعني امكانيه ان انت توفر اللاب بتاعها هيبقى فيه صعب جدا، يعني بالذات للحاجات اللي هي بتاعت مثلا الفي كلاود، الكلاود عند فيومير هيحتاج هاردوير كتير، لا هو هنا بيوفر لك الموضوع ده. في مثلا حاجه تانيه وهنشوف اللاب بتاعنا على ما يحمل، موضوع جديد وبيشغل ناس كتير قوي الايام ديت، اللي هو الموضوع النتورك فيرجواليزيشن. هنا مثلا بيوفر لك لبيت الموضوع ده، يعني انت لو جيت في الجزء بتاع النتوركينج هتلاقي موضوع هنا بيتكلم لك عن الموضوع اللي هو البيزك بتاعنا اللي هو الفيرجوال سويتش بتاعنا، وهنا عامل لك ديستريبيوت سويتش. هنا بقى عامل الموضوع اللي بيشغل ناس كتير اللي هو الان اس اكس الفيرجواليزيشن، بقى النتورك فيرجواليزيشن بتاعت فيم وير. فعشان توفر السوفت وير وتبدا تطبق اللاب ده هياخد منك وقت كتير، لا الموضوع ده بيتوفر على السايت فري، تقدر تدخل تشوف اللاب بتاعك وتبدا تتعامل. موفر لك مجموعه لابات كتير جدا، يعني هم مهتمين جدا بالموضوع ده دلوقتي، فموفر لك لابات كتير تقدر تشتغل بكل سهوله وبكل بساطه في اللاب بتاعك. فيعتبر الموضوع ده احد المزايا في اللي موجود في الاتش او ال، موضوع الان اس 6. نفس العمليه موفر لك برده موضوع تاني، الحاجات اللي هي بتاعت الموبايل، الموبايلتي ده اللي هو الهورايزون فيو والهورايزون سين اب، برضه نفس العمليه توفير الامكانيات للاب بتاعه بيكون صعب الى حد ما، فهنا برضه بيوفر لك الموضوع بكل بساطه، تقدر تاكسس عليه من اي مكان وتبدا تتعامل فيه. طبعا هنا في بقى جزء تاني خاص فيه اللي هو البارتنر لابس، دي بعض اللابات الخاصه بالشركات اللي في تعاون بينها وبين في ام وير، فجايب لك بعض اللابات زي اي ام سي، باولو التو، كام حاجه كده موجوده سيمانتك، فتقدر برضو تاكسس وتبدا تشتغل عليها بشكل كويس. يبقى هنا على الشمال هنا كل اللابات اللي ممكن تحتاجها، كل اللابات اللي موجوده. الموضوع طبعا لسه مش كامل، لسه ما فيهوش يعني تنوع كتير، لكن يعتبر كخطوه، وهم في التطوير اللي بيعملوه كل فتره بينزلوا لابات زياده، فان شاء الله بعد فتره ممكن يبقى الموضوع ده يحل لنا مشكله الهاردوير اللي بنحتاجه كله، فيبقى الموضوع سهل جدا وهيسهل علينا كتير، وهيوفر علينا بقى العيب الكبير اللي كان في الموضوع التاني بتاع اللابتوب او البي سي او السيرفر، موضوع الكوست، لا الموضوع ده هيبقى سهل. وطبعا في ميزه كبيره اللي هي الافيلابيلتي، سهل تاكسس السايت من اي مكان بالاكونت بتاعك مفيش اي مشكله. يبقى هي ديت الفكره بتاعتنا واللي حابين نتكلم عليه النهارده في الفيديو بتاعنا، اللي هو الفي ام وير هاندز ان لاب او الاتش او ال بكل بساطه. ان شاء الله اتمنى الفيديو ده يكون واضح ليكم الموضوع، ونشوفكم في فيديو جاي قريب جدا.